لا خلاص، أهلا بكم. كل شيء في انتظار المطر، لا حياة بلا مطر، مفيش كائن حي قدر يعيش من غير مية، مع إن بعض الكائنات قدرت تستغنى عن الهواء. أنواع من البكتيريا قدرت تعيش بدون هواء، لكن معرفناش لغاية دلوقتي كائن حي واحد قدر يعيش من غير مية. وفي الواقع المية دي سائل عجيب، ما يعرفش طعم المية إلا عطشان. لو كان إمبراطور بيموت من العطش، عرشه وتاجه ساعتها مش هيساوي نقطة مية. والمية في الحقيقة لها خاصيات عجيبة أوي، تختلف بيها عن أي سائل وعن أي مادة على الإطلاق، وتنفرد بيها تماما. يعني مثلا نلاقي المية هي السائل الوحيد اللي ممكن يتوجد في حالاته التلاتة في نفس الوقت وفي نفس المكان. يعني ممكن تلاقي مية في حالة صلبة وحالة غازية وحالة سائلة في نفس الوقت في نفس المكان، وانت بتشرب كوباية مية فيها تلج، وعلى سطحها تلاقي البخار بيتكسر. تلات حالات حوالين نفس الكوباية وجوه نفس الكوباية، بخار بيتكثف، مية سائلة، مية صلبة على شكل تلج. ده السائل الوحيد اللي ممكن يتواجد في حالات التلاتة في نفس الوقت وفي نفس المكان. أيضا المية كمادة ممكن تبقى عكس كل المواد. كل المواد نعرف إن هي بتنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة، لا، المية تيجي في لحظة عند 4 مئوية وتبص لقاها تعمل عكس كل المواد، تتمدد بالبرودة وتنكمش بالحرارة. كل السوائل لما تتجمد تتقل، إلا المية لما تتجمد تخف وتعوم، تلج بيعوم. ودي في الواقع حاجة خطيرة جدا، لأن عوامان التلج فوق المحيط كان نتيجته إيه؟ كان نتيجته انه غلف المحيط وعزله، لكن المحيط راح لابس بلطه كله، وبالطريقه دي اتعزل عن درجات البروده القصوى اللي فوق. الجو ممكن يوصل لغايه 50 تحت الصفر، فلو الميه والبحر جراله كده كل الكائنات اللي فيه هتموت. فساعه ما التلج يجي يتكون ويعوم ويعزل كل المحيط وتظل الحراره تحته 4 مئوية، وبالتالي كل الكائنات تعيش. كلها اعتمدت على خاصية غريبة في المية، انها لما تتجمد تخف بعكس كل المواد لما تتجمد تتقل. لو كانت المية لما تتجمد تتقل كان التلج اتكون وغطس، اتكون وغطس، لما يبقى كل المحيط تنتهي الحياة. خاصية تانية غريبة في المية انها تطلع لفوق في القنوات الشعرية ضد الجاذبية. الجاذبية تشد كل حاجة لتحت، وجميع السوائل ما عدا المية ممكن تطلع بمقدار في الشعيرات والقنوات الشعرية، اللي هي الظاهرة اللي بيسموها كابيلاريتي. ودي كانت عامل ساعد الحياة في نخلة على انها تشد المية 20 متر لفوق. المية فيها خاصية غريبة كمان، إنها تكهرب كل المواد اللي تدوبها وتحلها إلى أيونات سلبة وموجبة. دي خاصية خطيرة، لأن كل الكيمياء مبنية على الحكاية دي، الكيمياء اللاعضوية والكيمياء العضوية وكل التفاعلات كلها مبنية على الخاصية الغريبة دي، إن المية بتكهرب كل مادة تدوبها وتحلها إلى أيون سالب وأيون موجب. بالطريقة دي بعد كده بيسهل الفك والتركيب في الجسم وفي الكيمياء وفي الطبيعة وفي كل حاجة. وده سر ان المية لها قدرة على الإذابة، يعني هي سائل مذيب
أقوى من مية النار ومن جميع الأحماض والقلويات بسبب الخاصية الغريبة دي، إنها بتكهرب المواد وتحلها إلى عينات. بيقولوا إن المية لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، ومع كده هي بتدي الطعم لكل شيء يدوب فيه. يعني إحنا عشان نحس بطعم أي حاجة لازم يوصل لنا هذا الطعم عن خلال من خلال ذوبان المادة في المية، بعد كده اللسان يحسها. فهي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، ولكنها تعطي الطعم لكل شيء وتعطي النكهة الجميلة لكل شيء. الماء إكسير الحياة ومادة الحياة بحق. في نقطة مية من البركة تبص بالميكروسكوب تلاقي أمم بتتزاوج وتتقاتل وتتحارب، وتلاقي غابات وتلاقي شعوب وتلاقي ملايين ميكروبات سرحة بتتكاثر في نقطة مية بركة. المية هي صانعة الطقس، نسيم الليل العليل اللي بيهب من البحر دافي، في الوقت لما يبرد الليل يطلع من البحر نسيم دافي، ده غير كتل المية الباردة والساقعة اللي بتبقى في المحيط واللي هي بتصنف الطقس على الشواطئ. خاصية عجيبة برضو في المية ان هي غير قابلة للضغط، تيجي تضغطها تقاوم الضغط مقاومة فظيعة. وهذه الخاصية اتبنى عليها علم كبير اللي هو علم القوة المائية او الهيدروليكا. يعني من غير هذه الخاصية ما كانش ممكن نعمل ترمب، لان تيجي تتكة المية تهوي وتنضغط، ما خلاص ما تنفع. فهذه الخاصية اعتمدت عليها كل علوم القوة المائية. يعني مثلا كمان الشلالات بحكم الكتلة المائية الهائلة دي ممكن تدور توربينات وتطلع لنا كهرباء، ولا علم القوة المائية كله اتبنى على هذه الخاصية البسيطة، عدم قابلية جزيئات المية انها تنضغط. والمية راحة للعين وجمال، والماء والخضرة والوكل حسن. المية في القرآن خرجت من باطن الأرض، في إشارة قرآنية صريحة يقول لك أخرج منها ماءها ومرعاها. منين؟ من الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ربنا سبحانه وتعالى أخرج المية من باطن الأرض، بعكس الصورة الشائعة أنها جاينا من فوق، لا، ربنا بيقول أنا طلعتها من جوف الأرض. فطبعا الحقيقة دي هي آخر ما وصل إليه العلوم حاليا، وأجمعت عليه العلوم أن المية فعلا جاية من باطن الأرض أصلا، في من 4000 سنة من أول التكوين والنشأة، التفاعلات الباطنية اللي في الأرض اللي عملت الزلازل والبراكين، وكانت البراكين شيء مهول، كان ضمن ما يخرج من باطن الأرض بخار المية بكميات هائلة، وكانت النتيجة على ألوف السنين كل الكوكب الأرضي بقى مغلف بالسحب سميكة جدا. وبعد كده لما جه ظروف الإمطار المطر ونزول المطر، راحت نزل هذه السحب في كتل هائلة من السيول مئات السنين وملت المحيطات بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي. وبقوة الجاذبية الأرضية حفظت هذه المية في المحيطات. لو كنا زي القمر حجمنا صغير كان الهواء والمية تطيرهم، وما أمكنش الأرض أنها تمسكه، الأرض مسك الهواء والمية قبضة الجاذبية. حاليا المية تبتدي تعمل دورة بقى، المية اللي في المحيطات، كل المحيطات دي على الظهر كده تبقى غلاية هائلة بتتسخن عن طريق الشمس، تتبخر يطلع البخار فوق، يخف الضغط فوق وتزداد البرودة فتتكثف فيحصل سحب هائلة، وتيجي ظروف المطر فتنزل أمطار، تنزل على الجبال تملأ الأنهار، وترجع تاني تصب الأنهار كلها في المحيطات، دورة باستمرار من المحيط للسماء، ترجع تاني أنهار محيطات بالشكل ده، دورة مستمرة. وبعض المية اللي بتنزل في تتشربها الأرض بتتجمع تحت في خزانات وترجع تطلع في نافورات سخنة ونافورات باردة. لكن الكمية بتاعة المية ثابتة، كمية المية ثابتة، عمالة تدور وتلف، مرة في السماء فوق، مرة تنزل في المحيطات، مرة في الأنهار، مرة تتسرب
في خزانات في الأرض، لكن هي نفس الكمية عمالة تلف. يعني جايز قوي يكون المية اللي انت استحميت بيها امبارح هي نفس المية اللي استحمت بيها نفرتيتي من 3000 سنة. في الأديان كلها فيها صلاة الاستسقاء، كان النبي يستسقي لقومه ويطلبوا له، يقولوا يا نبينا اطلب من ربنا ان هو ينزل المطر، فيصلي صلاة الاستسقاء ويطلب من ربنا المطر. الحكاية دي موجودة حتى في العقائد البدائية. يعني لما كنت انا في وسط افريقيا في الغابات النيام نيام والماو ماو في وسط الغابات الاستوائية، هناك في العقائد عندهم برضو واحد متخصص اسمه صانع الأمطار. صانع الأمطار ده إيه بقى؟ لما تحصل جدب وينقطع المطر وجفاف ومواشي تموت وبتاع، فيلجأوا له كلهم يعني شوف لنا حل سيدنا. فهو له بقى طقوس كده خاصة غريبة جدا، يطلع بوق كده وينفخ فيه ويجيب زلط يخبط بيه ويعمل أصوات عجيبة كده، وبعدين يجيب كوز زي الدش يملاه مية، كوز مخرم، ويعلقه على باب الكوخ. فطبعا الكوز المخرم ده تنزل منه المية، يخش هو جوه الكوخ بقى يقول يا إلهي يا له من مطر غزير، لقد غمرتنا بالأمطار يا رب، شر قد غمرتنا بالأمطار يا رب، لأني أبتل حتى العظام، شر، ويعمل أصوات غريبة ويخبط بالحصى مش عارف إيه. فكان يصادف طبعا إن المطر ينزل فكل القبيلة ترقص ويعملوا أفراح. وهذا الشخص كان بيعتبر من الصحراء العظام اللي هم لهم طقوس دفن مخصوصة ولهم مقابر مخصوصة وينظروا له برهبة فظيعة. صانع الأمطار شخصية كانت غريبة جدا. وفي الواقع هذا الحلم اللي موجود عند البدائي، ما هو ده حلم ان واحد يبقى عنده قوة ما او يعني موهبة ما بحيث ان هو يطلب المطر فيجي المطر، سواء كان بشعوذة او سواء كان راجل عنده مقام عند ربه فربنا فعلا يستجيب لدعائه. انما ده حلم، يعني وجود هذه النماذج دائما يدل على ان ده حلم عند كل البشرية، ان يجي الواحد في لحظة يسيطر على الطبيعة، يعني يجيب مطر بالطلب، يجيب ريح بالطلب. ربنا أجرى الريح لسليمان واستجاب لموسى لما استسقى وقال قومه نزل المطر، وهكذا جميع الأنبياء. لكن الحكاية إن الإنسان عاوز يبقى عنده الرخصة دي، كلنا يبقى عندنا هذه الرخصة، رؤيات يروح جايب مطر، ريح يروح جايب ريح. فالإنسان عن طريق العلم بيحاول صناعة المطر، يحاول يسيطر على الطقس. وهو فعلا قدر يسيطر على الطقس جوه أوضته، يعني قدر يكيف الأوضة، يعملها برد في الصيف وبعدين يخليها دفى في الشتاء، وقدر يعمل له مطر صغير كده في البانيو، دش صغير يفتحه ينزل دش يستحمى، قدر يعمل جوه أوضته نوع من السيطرة على إنما لا، ده هو عاوز يسيطر على الطبيعة كلها، ينزل المطر على قارة، يحبس المطر، يعمل جفاف، يموت الناس. مع الإنسان جبار جواه، ربنا بيديلوش الرخصة دي ليه؟ لأن عارف الإنسان جبار، ممكن لو خد هذه الرخصة وأساء استعمالها تبقى كارثة. لكن الإنسان لا يكف، عن طريق العلم في تجارب لغاية دلوقتي قائمة عشان الإنسان يقدر يسيطر على المطر وينزل المطر بإرادته وبمشيئته. هنشوف هذه المحاولات ونشوف إيه المطر وإزاي بيتكون، هنشوفه في الفيلم بتفاصيل أكتر. السحب هي خزانات الماء المعلقة، زي ما حكينا الماء تطلع من المحيطات تتبخر تتكثف سحاب، تبقى خزانات من المياه المعلقة عند اللزوم لما يجي أمر ربنا وتتوافر الظروف تنزل الأمطار وتشرب الطبيعة وجبة إفطار جميلة بعد جفاف طويل. زي ما حكينا
ان كل هذا الماء المعلق في خزانات او الموجود في المحيطات خرج من باطن الارض بتفاعلات كيماوية في الصخور. وفي مبدأ الخليقة كان كل السحاب مغلف الارض بالشكل ده، غلاف سميك جدا، ثم بدأ الامطار الكثيفة الهائلة فامتلأت المحيطات. بعد سنوات من المطر، كان مطر متواصل، فامتلأت المحيطات. وزي ما قلنا هذه الكمية من يوميها كمية ثابتة، لا بتقل ولا بتزيد، وإنها محفوظة بقبضة الجاذبية الأرضية. كيف تتكون السحب؟ قلنا بالشمس بتطلع بتسخن البر والبحر وتسخن المحيطات، المحيطات بتعمل زي اكنها اذان كبير او غلاية، تبخر المية، تطلع البخار، يطلع في الطبقات العالية من الجو، فيلاقي الضغط اخف والبرد اكتر، فيتكثف الى قطيرات رفيعة جدا. وعملية التكثف زي اللي بنشوفها في الابريق ده، بيحط التلج في المية فشوف البخار بيتكثف على سطح عاملين في صناعة السحب هم البرودة وانخفاض الضغط الجوي. هنحاول نقلد الحكاية دي في المعمل، نفرغ الهواء من المخبار ده وبذلك يقل الضغط، وفي نفس الوقت نتيجة تفريغ يحصل برودة، فيبقى العاملين موجودين. فهنشوف ان ممكن نعمل سحابة صغيرة قوي صناعية، ده نفس اللي بيحصل، هو يطلع لفوق يخف الضغط يزيد البرودة يحصل السحاب، نفس اللي بيحصل هنعمله في المعمل في مخبار. لما هيقل شوف السحابة الصغننة دي تكونت السحابة على طول، لما شد البيستون خفض الضغط برد، شوف السحابة الصغننة دي. عشان نقيسها بالظبط عملوا شعاع ليزر عشان نقيس حجم السحابة وقطرها، ونعمل تجربة على السحاب، السحاب الصناعي الصغير ده. اول تجربة عملناها ان احنا رشينا محلول ملح جوه المخبار، بعد ما رشينا محلول ملح كررنا التجربة تاني، عملنا التفريغ، حصل البرد وانخفاض الضغط، كونت السحابة، وبعدين قسناها بالليزر، هنلاقي انها اعربت شوية، بقت اكثر سمكة. شوف بقت لما عملنا ايه اللي حصل، اللي حصل ان حبيبات الملح اصبحت شبيهة بالمركز تكثف، كل حباية ملح بقت مركز تكثف، ساعدت، بقت عامل مساعد. لكن احد العوامل المساعدة برضو في تكوين السحب هي وجود ذرات تراب او ذرات ملح او ذرات تلج او اي حاجة، ده نمو قطيرات بتنمو تحت الميكروسكوب. اي عاملين ميكروسكوب نوري ازاي القطرة بتنمو حول ذرة ملح او اي ذرة تراب او اي هبة صغيرة، دي كلها عوامل في تكوين السحب، البرودة وانخفاض الضغط ووجود ايه انوية تكثف. طبعا تلوث البيئة بالدخان والحاجات دي عمل اضطراب في الطقس، نتيجة ان كل الدخان ده بقى انوية تكثف، فحصل فيه لخبطة في الجو. قطرات المطر عملوا دراسة على حجمها، امتى القطرة، ما هو اتفقنا ان السحاب نفسه قطيرات، طب امتى القطيرات تبقى من الحجم الكافي انها تنزل مطر؟ قال لك لازم توصل على الاقل لحجم 5 ملي، لانهم قاسوا حجم ذرة المطر او قطرة المطر بالجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هنقيس حجم قطرة مطر، تنزل القطرة بتعمل اثر، بيقيسوا الاثر بعد كده بالمسطرة، لقوه نص ملي اول مسطرة، خمسة ملي،
نص سنتي يعني. فده الحد الأدنى اللي ممكن يحصل به مطر. يعني لازم القطيرات المعلقة في السحابة يحصل لها نمو أو تجميع لدرجة أنها توصل لهذا الحجم اللي هو 5 ملي. طيب ذرات السحابة نفسها أو قطيرات السحابة حجمها الطبيعي إيه؟ دي بقى عايز التجربة، احتاجت إلى تجربة للميترولوجية، بجت طيارة ودخلت جوه السحابة وصورت وعملت فيلم، وبعدين هو بيطلع الفيلم قدامنا حمضه، وبعد كده هيعمل عرض للفيلم عن طريق الضوء المستقطب عشان يعرف إيه حجم قطيرات السحابة قطيرات المية في السحابة. الكبير ده تلج سيبك منه، إنما القطيرات الصغيرة المصنعة زي النجوم دي 1/100 من المليمتر، 1/100 من المليمتر، يعني نعوز 1,000,000 قطرة من دول يحصل تجميع من مضروب في 1,000,000 علشان تتكون قطرة مطر وتبقى السحابة في ظرف المساعد على انها تمطر. عشان تمطر لازم يحصل تتضاعف حجم القطيرات 1,000,000 عشان تبقى بدل ما هي 1/100 من الملي تبقى 5 ملي. طيب عملية هذا التجمع والنمو شروطه ايه؟ احنا قلنا شروطه طبعا الاولانية البرد وانخفاض الضغط ووجود نواة للتكثف. كل ده مش كفاية، برضو في عوامل اخرى، لان شوف القطيرات اهي عملوا عليها تجربة بتتفركش ازاي؟ مش بتتجمع. طب ازاي نخليها تتجمع؟ قالك البرق والكهرباء الاستاتيكية اللي بتحصل في السحابة بتبقى عوامل تجميع، وعملوا تجربة برق صناعي وكده في المعمل يعني، وكهربوا القطيرات. هنشوف التجربة دي قدام. ده اللي بيحصل في التلج اللي هو هو نازل بيكبر شوية لغاية ما يبقى برد وينزل على الناس كتل من البرد. قطيرات المية قلنا ان في عامل عشان نموها اللي هو ايه؟ البرق اللي احنا شايفينه ده. بنعمل الكهرباء الاستاتيكية دي في المعمل وهنشوف ايه اللي هيحصل في القطيرات. هنكهرب السلايد ده كهرباء، دي من غير كهرباء دلوقتي قبل التجربة. القطيرات ما بتتجمعش جنب بعض لكن ما بتتجمعش. بعد كده هنكهرب، وصلنا الكهرباء الاستاتيكية، كهربنا الايه السلايد، وبعدين هنبص نشوف ايه اللي هيحصل. حصل تجمع. يبقى اذا البرق او الكهرباء الاستاتيكية اللي بتحصل في السحب هي عامل تجميع وعامل نمو في تكون المطر. قلنا العامل الثاني هي وجود ذرات تراب او ذرات ملح او مواد غريبه في السحابه او هباءات او مش عارف دخان او كل دي عوامل برضو، لان دي انويه بتتكثف حواليها الايه القطيرات. وثم دلوقتي احنا بنحاول نبص ايه اللي بيحصل جوه السحابه، نفسه هو اللي بيحصل جوه فريزر. لو انت نفخت في الفريزر نفسك هيتحول لبخار ويعمل قطيرات من البرودة، بحيث انها ممكن توصل لسوبر كولينج يعني 5 تحت الصفر، ومع كده تظل قطيرات ما تتجمدش، قطيرات ما تتجمدش. قطيرات وصلت لدرجة حرارتها لناقص 5، ومع كده لو لمست اي بودرة تلج شو بيجرى لها ايه؟ نفس القطيرة على طول تتجمد، نفس القطيرة تتجمد على طول. يبقى اذا برضو بودرة التلج ممكن مسحوق التلج اللي هو باعتباره برضو مادة غريبة زي التراب والحمام، ممكن يكون نواة لبلورات ثلجية صغيرة. دي بلورات ثلجية صغيرة بتنمو تحت الميكروسكوب. ده برضو بيدينا فكرة عن تكون بقى البرد.
يعني تكون البرد بيحتاج الى عمليه ثانيه بقى اللي سميناها سوبر كولينج، يعني تبريد عالي جدا، وبعدين وجود مواد غريبه في السحابه. شوف نفسها في الفريزر عمل سحابه. بعد كده هتبتدي تعمل بودره تلج، تبشر التلج، وهنشوف تاثير البودره دي في السحابه ايه. شوف عمل على طول تكثف. شوف حصل دلوقتي بلورات تلج رفيعه قوي، دي بداية البرد. لكن عملية البرد تحتاج إلى حالة تبريد شديدة تحت الصفر. نمرة 2 تحتاج إلى بودرة من أي نوع يتراكم حولها البلورة الثلجية، وبعد كده تبتدي البلورة تنمو من تلقاء نفسها وتكبر وهي طالعة نازلة في السحاب. عملية البرد احنا بنشوف انواع من البرد بينزل كده زي الحمص وزي ده، لكن هي حقيقة ممكن في بلاد الباردة ممكن حجم حبة البرد يوصل لحجم البيضة، واحيانا لحجم 50 سنتيمتر، يعني نص متر. ده البرد، وممكن يحصل صفائح ثلجية، وممكن يحصل طبقات من الجليد. طبعا الصقيع والبرد بيبقى مهلك احيانا، السيول حاجة لما تزيد عن حدها ممكن تنقلب الى ضرر فظيع. ملايين من الدولارات تفقد بسبب حكاية العواصف الثلجية. بعد العواصف الثلجية دي بياخدوا عينات من البرد، شوف الواحدة قد البيضة، وبتوصل احيانا الواحدة نص متر، شوف حجم كبير جدا، وبيعملوا عليها قطع، بيعملوا عليها بيقطعوا فيها مقطع، وبعدين يشوفوها تحت الميكروسكوب ويدرسوا حبة برد. نلاحظ ان حبة البرد مكونة من طبقات دائرية زي البصلة، مقطع في بصلة كده، طبقات دائرية، طبقة حوالين التانية. ايه السر؟ السر ان ذرة البرد او حبة البرد وهي نازلة بينمو حواليها التلج طبقات طبقات، ترجع تطلع تاني بالريح، تطلع للمناطق الابرد، فيرجع يتعمل طبقات طبقات تانية من الجليد، وكل طبقة منهم بتبقى ايه؟ طبقة دائرية. نعمل مقطع نلاقي كل هذه الطبقات جوه بعضها. ده سر التكوين الحلقي للبرد. طبعا لما توصل لحجم وتقل معين تنزل على طول. في عالم روسي اسمه كوليكوف بيقول ان احيانا تتكون جبال كاملة من البرد جوه السحاب. طبعا احيانا الجليد يتحول لمشكله، يسد الطرقات ويوقف المواصلات ويتلف المزروعات. ساعتها بقى بننسى جمال الطبيعه ونتلهي في مشاكلنا. هنا تحت الميكروسكوب هنشوف نمو بلور التلج. شوف نموها جميل ازاي، بلور التلج عملنا لها نواة تكثف وبتنمو حول النواة، شيء جميل. لكن الجمال ده كله ساعة ما يتحول الى مأساة وزوبعة جليدية، خلاص الانسان يصرخ ما فضلش حاجة بقى، يبتدي يكسح التلج ويبتدي يشغل اجهزة التسخين في كل حتة. علماء الطقس بيحاولوا بكل طريقة ان هم يتنبأوا
بأنهم يبعتوا بالونات ويشوفوا الأقمار الصناعية ويتابعوا بعملية اتصال بين جميع مراكز الأرصاد في العالم، وعملوا محاولات لصناعة مطر، فقدروا يعملوا رخة بسيطة كده، طيارات تقوم وترش السحب بالتلج، تعمل رش التلج، ومعاها أملاح سيلفر أيودايد برضو ملح بيرشوا بيه السحاب. بالطريقة دي قدروا يعملوا رخة بسيطة، لكن ما قدروش لغاية دلوقتي يعملوا أكتر من هذه الرخة البسيطة. طبعا احنا بنقول إن عوامل التلوث الحالي، الدخان، شوف الجو شكله ايه، الدخان ده زود الذرات العالقة في الجو، زود العوالق المختلفة، وده بيلخبط نظام المطر. نفس الحكاية برضه ممكن توصل العكس، يعني ممكن تيجي نوبات من الجفاف فينقطع المطر وتتشقق الأرض وتتحول المسألة إلى مأساة. يعني مشكلة السيول زي لعنة، ومشكلة الجفاف أيضا لعنة، كلاهما كارثة. الجفاف بيوصل أحيانا أكتر من شهر وسنة واتنين، وتبص تلاقي ينتهي إلى مجاعات تشمل البهائم والمواشي والناس، وتبقى مشكلة تحتاج إلى إغاثة فورية. تبتدي المواشي تاكل أي حاجة، شوف المنظر شيء فظيع، موت. في كلام كتير قوي على آية في القرآن اتكلمت على إنزال المطر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. كتير قوي اتكلموا قالوا طب ازاي، طب ما احنا كمان بنقدر نعرف ما في الأرحام دلوقتي، الطب بيقدر يعرف حكاية ان ده المولود هيجي ذكر او يجي ذكر او يجي أنثى. فالحقيقة هم فهموا غلط، وقالوا برضو انه طب ما احنا دلوقتي بنعمل المطر. هم فهموا غلط. اولا في فرق بين لما ربنا يقول يعلم ما في الارحام، وبين احنا لما نقول الدكتور يعلم ما في الارحام، فرق كبير خالص. لان اولا علم ربنا علم شمولي احاطي، يعني لما ربنا يقول يعلم ما في الارحام يعني يعلم ان اللي في الرحم هنا مش بس ذكر، لا، ده يعلم ان اللي في الرحم هنا هتلر اللي هيطلع ويقوم ويعمل حرب عالمية ويخرب ويغزو بولندا والنازية ويسجن ويعذب ويعتقل وبعدين اخر يضرب نفسه بالرصاص او يحرق نفسه. كل هذا العلم الشمولي هو ده العلم الالهي. انما يكون الدكتور يحط كده السماعة ويقول ده هنا ذكر، ده علم جزئي بسيط خالص. وبعدين طبيعي ان هو ربنا سبحانه وتعالى ان هو طب ما هو علم الانسان ما لم يعلم، ما هو بيعلمنا جزء دايما من علمه. انما تظل العلم الشمولي الكامل علم الله. وما فيش حد طبعا لغايه دلوقتي لا دكتور ولا فلكي ولا يقدر يحط ايده على رحم واحده يقول والله ده هنا طالع هولاكو او هنا طالع واحد هيعمل ويسوي ويقول بقى بالتفصيل تاريخ كامل له. العلم الاحاطي او الشامل ده ما زال من خصوصية الله سبحانه وتعالى. نمرد اتنين، مسألة وينزل الغيث، برضو نفس الحكاية. لما ربنا يقول ينزل الغيث غير لما واحد عالم في أمريكا يعمل رخة مطر وينزل شوية مطر، تفرق. ليه بقى؟ لأن كلمة غيث لها معنى، معنى إن ربنا لما ينزل الغيث معناها ينزل مطر بكمية محسوبة بحيث انه يعمل اغاثة، مش مجرد رخة، لا، مقدر بالظبط، لا زيادة فيعمل سيل ويخرب ولا اقل فيعمل جفاف ويجوع، لا، لكن محسوب فيكون نتيجته اغاثة فيبقى اسمه غيث، وهذا الغيث ينجد بلد. هذه القدرة هتظل قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان كلمة غيث تشترط فيها انضباط واحكام بالكميه المطلوبه بالظبط على قد الناس والبهائم والحقول والمزروعات
محسوبة، ومحدش يقدر عنده الحسابات دي كلها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فبرضو دي نتفهمت غلط. وبعدين أنا عاوز أقول إن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه إعطاء العلم، ما هو دايما بيدي علم، ما هو دايما بيدي علم. إنه بيقول لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني حتى الغيب ربنا استثنى فيه وقال أنا حدي بعض الغيب لرسلي. فما بال مسائل الشهادة والمطر والأرحام والحاجات دي من علوم الشهادة، يعني علوم متاحة وربنا بيدي منها بقدر. فدي علم الإنسان ما لم يعلم، دي هي دي يعني صفة الله المربي سبحانه وتعالى. ثم هم نسيوا إن الآية فيها انضباط غريب قوي، لأن لما تقراها كلها يقول إن الله عنده علم الساعة، يعني العلم اللي اتصف بالعندية إن هو عنده، اللي هو محظور علينا كلنا لأنه عنده، هو علم الساعة. الباقي قال ما قالش عنده بقى، لما جه قال الغيث والأرحام ما قالش عنده، لا قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. العندية اختصت بس بمسألة الساعة، قال إن الله عنده علم الساعة، فده بقى اللي عنده ومش عندنا ومش هيكون. دي خصوصية حظرها على الناس وأعطى هذه الخصوصية لنفسه، إن الله عنده علم الساعة. الباقي ما قالش عليهم عنده بقى، الباقي قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فدي برضو نقطة فاتت على اللي فهموا الآية، إن فيه جزء من المعلومات بتاع الآية لها خصوصية ربنا حذرها على الناس وقال عنده بس، إنما الباقي الله يعلم منه ما شاء، يعطي من علمه في الباقي بقى ما يشاء لمن يشاء. في كمان آية يعني خاصة بال موضوعنا برضو غريبة في القرآن، قال وأرسلنا الرياح لواقح. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن إنزال المطر وسقي الناس قال وأرسلنا الرياح لواقح، فالكلمة دي الحقيقة كلمة عميقة، يعني فهمت زمان على إنه أرسلنا الرياح لواقح، بمعنى إن الرياح بتدفع السحب وتبقى عامل من عوامل المطر، والسحب بتلقح الأرض، بمعنى إنها تخصبها، يعني ينزل مطر يلقح الأرض يخصب، يعني معنى مجازي، معنى مجازي. لكن الحقيقة اتفهمت بعد كده أكتر وأكتر لما العلم جه وفسر لنا حاجات كتير. فوجدنا مثلا إن الرياح بتلقح الزهور، تنقل حبوب لقاح، فهي لواقح بالفعل. وبعدين لقينا حاجة تانية، ان في سحب مكهربة سلبة وسحب مكهربة موجبة، والرياح بتدفع السحب فتلاقح بينها السالب والموجب وتعمل الرعد والبرق، فده برضو لقاح. وبعدين اخيرا اللي شفناه في الفيلم ده حاجة غريبة قوي، ان فعلا لا يمكن السحاب يمطر الا اذا لقح ببذور جواه تنمو حواليها القطيرات. البذور دي سواء كانت فتافيت تلج او مسحوق بودرة تلج، او سواء كان دخان او تراب او سيلفر ايودايد او التجارب اللي شفناها قدامنا، لابد من عملية تلقيح، طائرات تطير وتلقح السحابة بانوية بذور، هذه البذور حتنمو حواليها قطيرة، تفضل تنمو من بعد ما كانت واحد على مية من الملي تبقى خمسة ملي فتتقل فتنزل مطر. يبقى إذن برضو الرياح هنا لواقح، بمعناها بتاخد كل أنواع الدخان وذرات التراب وفتفيت التلج وتلقح السحاب، فالرياح بالمعنى دي برضو لواقح. ففي الواقع هي كلمة لفظ بسيط، لكن اتضح انه لفظ غريب قوي في صدقه، يعني صادق مجازا وصادق حرفيا وصادق علميا، فدي حاجة غريبة حقيقة. في برضو خاصية غريبة للمية ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها، فأشار إن من خصائص المية التطهير والنظافة، ودي معلومة، لكن أشار لخاصية غريبة أوي في المية، إنها تذهب مس الشيطان. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. اتشرحت في حكاية تانية لما أيوب النبي ما مرض ودعا ربه ونادى ربه
أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب بيشتكي ربنا بيقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، فربنا بيرد عليه سبحانه وتعالى بيقول له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شو رشد واحد بيقول أنا جاني مس شيطاني، الخالق بيقول له الرشدة محددة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عيون، عيون مائية في الأرض، يعني دي صريحة، أدي مرض أدي علاج. يبقى إذن المية فيها خاصية، خاصية إذهاب مس الشيطان، دي خاصية غيبية بقى العلم لا يعرف فيها حاجة والطب ملوش فيها. الطب أصلا بينكر الشيطان، ما يعرفش حاجة اسمها شيطان. ما تتكلم مثلا دكتور أخصائي تقول له الشيطان ومشيطان يضحك عليك، شيطان إيه بتاعي ولا مس الشيطان، ما يعرفوش الحاجات دي، ما علم ما يعترفش، يقول لك دي مسائل غيبية لا شفناها، ما أنا ما شفت الشيطان. طبعا دي تزيد قوي منه، لان ما يصحش الانسان ان ينكر ما لا يرى. الله طيب ما هو المساله قياسيه، يعني اولا احنا عرفنا دلوقتي ان في ميكروب ما بنشوفوش، فليه نستعجب ان في شيطان ما بنشوفوش؟ والميكروب يضر ويؤذي والشيطان ممكن يضر ويؤذي، هي المساله يعني ان حدود البصر ما هياش هي الحكم. فأدي ميكروب ما بنشوفوش وبيمرض، فيمكن يبقى فيه شيطان ما بنشوفوش ويأذي، الاحتمال قائم. لكن هو العلم ميتن ودايما رافض لغاية ما يشوف بعينه. فما حكاية الشيطان أو مس الشيطان، العلم ملوش دعوة به. لكن مع كده برضه العلم بيجي ساعات ويحتار، يعني مثلا حالات الصرع اللي تبص لقي واحد يشنج يشنج ويتخشبه، دي مرض فظيع قوي، وبعدين الدكتور يكشف على كل حتة يلاقيه سليم تمام تمام، ويقف الطب محتار يضرب أخماس في أسداف. وده هو بيسموه، ده هو أخطر أنواع الصرع اللي هو ما فيهوش أي مرض ملحوظ في الجسم، ده بيسموه إديوباسيك إبيليبسي. فده يعني كتير جدا، حتى من العلماء يقول لك في احتمال إن بيحصل فيه مس من حاجات غيبية بتسبب هذا. طبعا في الكتب المقدسة والأديان معروف حكاية مس الشيطان، والمسيح كان يعالج مس الشيطان، والأنبياء كلهم وكل أصحاب اللي ربنا اداهم المواهب أنهم يخرجوا هذه الشياطين من الناس. لكن ده في الدين، في العلم ما يعرفوش، علم ما يعرفش الحكاية. لكن أنا أبص لها مسألة قياسية، أنا بقول أولا العين ما هيش حكم ولا الحواس ما هيش حكم، لأن ياما حاجات إحنا ما كناش شايفينها ولا لمسينها، واتضح ان هي حقائق وحقائق خطيره. الذره الالكترون، ما حدش لغايه دلوقتي شاف الالكترون ان هو بيمشي مكان. فاذا العين ما هياش حكم، والحواس المباشره مش حكم، واذا كان في ميكروب مش شايفينه وبيأذي، الاحتمال قائم ان في شيطان مش شايفينه وبيأذي. على اي حال المساله هتظل قضيه بعدين هتتعرف في المستقبل، لكن ربنا قالها، قال ان الميه فيها سر ممكن تذهب مس الشيطان، ازاي ما حدش عارف. يمكن هي دي الحكمة في فرض الوضوء، حكاية غسل الأطراف 5 مرات قبل الصلاة. فبعدين ما حدش عارف، ما الواحد عايش في وسط مش شايف، حوالينا ملائكة وجن وشياطين ما احنا شايفين، المسوس المستمرة مسائل محتملة جدا، والمسوس دي ممكن تكون مضرة، دي حاجات ربنا اللي بيعلمها لأن هو الخالق. فالمسألة وضعت كحقيقة وهي متروكة بعد كده للمستقبل. غريبة كمان مسألة صناعة المطر، محاولة الإنسان أنه يصنع المطر، برضو جات لها ذكر غير مباشر. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا إلى آخر الآية. ربنا بيقول حيجي وقت هيظن أهل الأرض أنهم قدروا عليها، فبيبقوا يعملوا البرد ويعملوا الصيف برد والشتاء حر، وينزلوا مطر وينقلوا جبال ويعملوا سدود. هيجي وقت أهل الأرض يظن أنهم قدروا عليها، إيه اللي هيحصل ساعتها؟ تقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها
أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، اللي هي إشارة إلى الساعة أو القيامة. أو إذن حقيقي في آخر الزمان وقت الإنسان علومه عن طريق علومه هيتهيأ له أنه حكم خلاص، عمل المطر ونزل مش عارف إيه، قلب الربيع خريف والخريف ربيع، وكيف الأجواء ونقل الجبال وعمل السدود وزرع الأجنة في القوارير ونقل قلب ميت لقلب حي، هيتهيأ له أنه هو خلاص ده حكم حكم، وبقت مقدرات الأرض في إيده. ساعتها هيجي الأمر وربنا هيجيب عليها سافلها على طول ويعلن قدرته النهائية على كل شيء. برضو الآية دي فيها إشارة بأن باستمرار قدرات الإنسان هتزيد وحيتهيأ له في يوم من الأيام إنه قدر. دي إشارة برضو لصناعة الأمطار. في الواقع المية دايما تذكر في القرآن بتشريف عجيب أوي، يقول لك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونزلنا من السماء ماء مباركة. وآية غريبة أوي في مبدأ الكون، يقول لك وكان عرشه على الماء، عرش ربنا سبحانه وتعالى على الماء. ازاي الكيفية ازاي ما نعرفش، لكن هي الاشارة تدل على تشريف منتهى التشريف للمية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء، فدي كلها تشريف. وزي ما حكينا في الاول المية دي شيء لا يستهان به وفيها خصائص عجب. وبعدين حتى الجنة دايما يجي ذكر الجنة وتجري من تحتها الانهار والعيون، و يقول لك في ظل ممدود وماء مسكوب، اللي في الجنة حيبقوا في ظل وفي ماء مسكوب. دايما ذكر المية مع الجنة تشريف برضه. فمسألة المية دي اللي احنا نشربها ونستحمى بيها، القطرة البسيطة، ويجي الكيماء ويقول لك H2O يد 2 ألف وخلاص هيدروجين وأكسجين، لا دي المية دي شيء خطير خطير، وما علمنا منه لسه هنعرف قدام، ولسه مين يعرف حكاية مس الشيطان ممكن في يوم من الأيام العلم يوصل له، وممكن يعرف إزاي المية بتذهب هذا المس. دي علوم لسه قدام هنعرفها، فده علم كبير علم كبير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.